بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ من العبارة اللي ذكرتها خلال الندوة، واللي هي كلمات صادقة نابعة من القلب، وأنا كتبتها بنفسي كأحدى مريضات سرطان الثدي. في هذه اللحظة من هذه السنة أنا هنا وعلى قيد الحياة، إذن أنا ناجية. الحقيقة كتبت هذه الكلمات هي رسالة لكل امرأة جالسة الآن في البيت وتتفرج على هذا اللقاء، أنه هذا المرض ما أصبح مخيف مثل ما يروى عنه، لأنه بفضل الإمكانيات المقدمة من دولتنا وكذلك من وزارة الصحة وبالأخص من مجلس السرطان، بالإمكانيات الموجودة حاليا، إذا أنا أقارن الإمكانيات سنة 2007 عند أول إصابة إلي بهذا المرض وأقارنها خلال هاي السنوات وإحنا الآن بال 2015، هناك تطور كلش كبير من حيث الخدمات الطبية المقدمة سواء بالأجهزة الطبية المتطورة أو بالعقاقير الخاصة لمعالجة هذا المرض. كنت أنظر لهذا المرض على اعتبار أنه هو عدو، يجب أنه أفهم أفكاره وأفهم دوافعه على مدى أعرف شلون أحاربه، لكن مع مرور هذه السنوات أصبح أنظر لهذا المرض على اعتبار أنه هو صديق صدوق، لأنه نبهني أنه أنا موجودة ودام موجودة على قيد الحياة وأني طبيبة ومصابة بهذا المرض، أنه لازم أقدم رسالة لخواتي في المجتمع ومعظم المجتمع، رسالة بالتوعية. أنت إذا تسمع أن هناك أكو تزايد، أنت لا، أنت تزايد في الوعي، لأنه قبل ما كان هناك وعي، لأن هناك برامج تقدمها الوزارة، وكذلك إحنا كمسؤولات وحدات كشف مبكر عن سرطان الثدي في المجمعات الطبية، فإحنا مسؤولين عن نشر التوعية، فعندما تنشر التوعية زاد العدد. الوقاية من هذا المرض نبدي أول شيء بالتوعية، عندما تعرف حضرتك أنه أنت مصاب بهذا المرض، أول شيء البداية راح تروح تفحص، راح تروح تفحص. إذا شخص المرض راح تعرف طرق العلاج، وهذا المرض إذا اكتشف بمراحله البدائية، منقول المراحل المتأخرة، العلاج يكون كل السهل، قد لا يؤدي إلى استئصال قمة المرأة، احنا نسميها ثدي المرأة. ميرفت حامد الحيالي، طبيبة أسنان اختصاص أقدم، مسؤولة وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في شعبة السيطرة على السرطان دائرة مدينة الطب. برعاية مجلس السرطان لمتابعة سرطان الثدي. سرطان الثدي من السرطانات اللي هي تسجل بنسبة كبيرة في العراق، وبالدراسات استطاع النظام الصحي أن يقوض هذا المخاوف، وأصبح هناك عملية اكتشاف مبكر للسرطان معالجته، وبهذا قلت نسبة الوفيات نتيجة سرطان الثدي. يعني بالنسبة لسرطان الثدي نتكلم، يعني متابعتنا لكل المراكز الصحية أن تكون عيادة استشارية لهذا المرض، أشعة متوفرة من نوع الماموغرام، ومختبر متخصص حتى يقرأ الفحوصات الموجودة، وبعدها طلبنا أن تكون هناك صالات عمليات متخصصة بسرطان الثدي، يعني المريض ما ينتظر كانتظار العمليات الأخرى من قبل الجراح، وجراحين متخصصين في هذا الموضوع. دكتور رياض العضال، رئيس مجلس محافظة الرياض. هذه الاحتفالية جاءت في شهر أكتوبر، شهر التحدي العالمي لسرطان الثدي. العالم جميعه يحتفل بشهر التوعية والمؤتمرات والحث السيدات على الفحص. مجلس السرطان في وزارة الصحة مع التعاون مع إدارة مستشفى اليرموك باعتبارها مركز تخصصي لفحص الثدي، قمنا بهذه الاحتفالية، فيها ندوة علمية شنو الجديد عن سرطان الثدي في العلاج والتشخيص، وأيضا ما بعد العملية نسميه ريكونستركشن. نحتفل على مدار السنة في التوعية للنساء وللتوعية مدى انتشار المرض، أنه مرض شائع ومنتشر في العالم أيضا وفي العراق. عند الآن إحنا 35% من حالات السرطان تصيب المرأة، أي بالآلاف، في تجدد وفي ازدياد. توجيهاتنا أنه كل سيدة يجب أن تذهب إلى العيادات الثدي، تجري الفحص الذاتي يبدي من 20 سنة،
أيضا، والفحص السريري اللي يبدي من 20 سنة إلى 40 سنة كل 3 سنوات يجب على كل مرأة تروح تفحص أيضا، والفحص الشعاعي يبدي بعد 40 سنة إن شاء الله. دكتورة خديجة الوائلي، مسؤولة ملف الكشف المبكر في وزارة الصحة.